أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من بتوقيت مصر، وفيها استجابة ضعيفة لدعوات المقاول محمد علي للتظاهر اليوم. منظمة العفو الدولية تطلق حملة للإفراج عن المحبوسين منذ 20 سبتمبر الماضي، وتحقيق استقصائي لأريج يتتبع تحويلات مالية لجمال مبارك حين كان محبوسا في قضايا فساد، فتابعونا. أهلا بكم. استجابة هزيلة لدعوات المقاول المصري محمد علي للنزول للتظاهر ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي في ذكرى مظاهرات مماثلة العام الماضي، كانت الأكبر منذ اعتلاء السيسي سدة الحكم، وتم القبض فيها على قرابة 4000 مواطن بحسب منظمات حقوقية، بعضهم لم يخرج حتى الآن، لأن الاستجابة هذا العام كانت ضعيفة وسط تعزيزات أمنية كبيرة في القاهرة والمحافظات حتى وقت بث البرنامج. وبالتأكيد إن وصلتنا معلومات عن أي تظاهرات كبيرة وقت إذاعة البرنامج سنوافيكم بها بالتأكيد. وللمزيد ينضم إلينا من إسطنبول سيد جمال الجمل الكاتب الصحفي. أهلا بك معنا سيد جمال. في الحقيقة التظاهرات أو الدعوات إلى التظاهر كانت تنطلق منذ أسابيع على مواقع التواصل الاجتماعي للنزول إلى ميادين الاحتجاج اعتراضا على الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، ولكن يعني على ما يبدو أن هناك لم تكن هناك استجابة، هناك استجابة هزيلة. بالتالي هل كان متوقعا هذا الأمر؟ مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. يعني أولا بالنسبة لي طبعا الأمر متوقع لدرجة أني لم أتابع الأخبار وردود الفعل، لأنه إذا كان الفعل السياسي في مصر ميت منذ فترات طويلة ومختزل في أمور في يد الدولة وإعدام للأدوات الكاملة والوضعية الأحزاب والمعارضة عموما، ده بيسفر في وقت ما عن حالة من حالات الشلل أو الانتظار. حقيقة أنا بفهم المظاهرات مش بس الأخيرة، المظاهرات في الفترة الأخيرة كلها من بعد الفترة الثانية لحكم السيسي وما قبلها كمان كحق من حقوق التعبير، لكن ما بفهمهاش، أو ربما ردود أفعال على مواقف معينة لكن ما بفهمهاش باعتبارها أن هي وسيلة للتغيير أو حتى للإصلاح والتصحيح والتعديل المسار. لكن ربما تكون هناك بعض الأمور تستلزم أنه الشعب غاضب، المؤشرات دي بتبقى مهمة في قياس المسألة، لكن أنه أن تؤدي مظاهرات إلى تغيير أو إجبار النظام أو الضغط، وإحنا قدام نظام بيعمل بالقوى الغاشمة وبتمكين خشن وغليظ، الأمر يعني يبدو بعيد عن المنطق ويبدو بعيد عن العقل، ويبدو أنه اللي بستفيد فيه من الآخر النظام، لأنه الدعوات في الآخر هي مجرد دعوات انفعالية ليست دعوات سياسية، ربما تؤدي إلى نوع ما من أنواع الفعل السياسي، لكن بتؤكد أو بتشير بوضوح إلى غياب العقل السياسي نفسه في مصر. وبالتالي حتى لو حصلت حركة أبعد شوية أو حشد أعلى فسيظل يعني حركة بلا اتجاه أو بلا أهداف أو جسد بلا رأس كما يقولون، وده عيب المظاهرات في الفترات الأخيرة. ولكن الدعوات نفسها التي انطلقت قبل عام في 20 سبتمبر، يعني استجاب لها عدد من المصريين وكانت هناك عمليات اعتقال كبيرة، هي نفس الدعوات إلى التظاهر التي يطلقها المقاول السابق محمد علي، استجاب لها في المصريون قبل عام، ولكن هي نفس الظروف ونفس الدعوات لم يستجب لها المصريون في هذه السنة. يعني خليني واقعي، أنا معارض منذ سنوات طويلة ومن قبل حكم السيسي وطوال عمري منذ نشأتي معارض، وبالتالي يعني حديثي عن الواقعية لا يعني يجب أن يدعو إلى أي إحباط، لكن العمل السياسي عمل لابد أن نرجو من وراءه نتائج معينة. حتى مصدر الدعوة نفسه سيظل أنه مصدر انفعالي كان عنده مشكلة ما مع النظام، لا يمثل وعي سياسي أو قوة سياسية منظمة معينة. من المنتظر أنه الأحزاب القائمة لن تستجيب
تستجيب إلى حتى الدعوة من مصادر مثل هذا النوع. يبدو أنه الشباب الغاضب يعني في الأحياء الشعبية أو غير الواعي لكذا في إطار معركة كيدية أو إعلامية بين النظام القائم وبين أطراف لديها بعض الأدوات، يمكن أن تكون هناك بعض المظاهرات أو بعض الحراك. السؤال من يستفيد؟ النظام استفاد من مظاهرات سبتمبر الماضي بالتنكيل، بقمع المعارضة، يعني فكرة تنمية قوة معارضة في مواجهة النظام بتضرب طوال الوقت كل فترة. بيستفيد النظام في مواسم الانتخابات في أي حراك بمزيد من القمع اللي هو بالرسائل المباشرة للترهيب أو بالإعلام اللي بيعمل غسيل مخ للناس وبيعمل حالة من حالات الإحباط. وبالتالي احنا محتاجين لنوع من أنواع يعني التفكير في كيفية المواجهة بطرق واعية أكثر تؤدي إلى نوع من أنواع التراكم عشان نشوف، لأنه إحنا كمان حتى المظاهرات الموجود إحنا قدام مأزق هزيمة عربية شاملة، شايفين حالات الاتفاقات مع إسرائيل والمشروع الإسرائيلي بيكبر بقوة. لما نتكلم عن مظاهرات في أوضاع منكفئة على الداخل المصري دون أي اعتبار لما يحدث في الوضع الدولي والوضع الإقليمي والصراعات الموجودة دي، الوعي السياسي بيظل غائب. مشكلة السيسي ليست فقط هذه في هدم مسؤولية البيوت وفي مسائل التنظيم، أليست هذه مسؤولية المعارضة؟ وبالتالي السؤال هنا عن أين المعارضة وما هو تأثيرها الآن على الشارع؟ ده اللي بيخلينا نتكلم عن كيفية بناء قوة معتدلة فوق حزبية في مصر، لأنه الأحزاب القائمة أحزاب نشأت هشة وطريقة العمل يعني طريقة وظيفية بتحتاج إلى نوع من أنواع ما يشبه الإذن من النظام أو الحسابات اللي تتجنب القمع أو غضب النظام. وبالتالي دي معارضة الموظفين، يعني ما شغالين بعض التيارات المعارضة في الحركات المدنية التحقت بحزب مستقبل وطن للبحث عن كرسي في مجلس الشيوخ أو في انتخابات البرلمان القادمة. هذه الهزليات تزيد إذا دعونا إلى مظاهرات بهذا الشكل، لأن إحنا بنجهد قوة المعارضة لا نبني. إحنا كل ما بيبقى مجموعة شباب لا تتخيل عدد البيوت اللي بيحصل فيها معتقلين أو إظهار فكرة قدرة النظام على القمع، ده بيكسر في مستقبل المعارضة. لو بنينا بشكل أهدأ معارضة أقوى، بنينا هذه القوة العاقلة لكيفية مواجهة النظام، يمكن أن أتفهم الصراعات الدولية والإقليمية في المنطقة، يمكن أن أتفهم مخاطر التبعية اللي موجودة طوال سنوات مع الوضع الأمريكي. ماشي، النظام مش هطلبه أنه يبقى مستقل تماما 100%، لكن هذا الانبطاح أمام مشروع إسرائيل الكبرى وهذا الانبطاح اللي في مسألة الاستدانة والقروض وتحميل الأعباء للمواطنين بهذا الشكل المتسع جدا، هذا نظام بلا عقل. وعلينا أن تكون هناك معارضة عاقلة، لكن إذا كانت المعارضة أيضا بلا عقل سنذهب إلى مشكلة تناحر يخسر فيه الوطن كله، لأننا قدام آلة قمع عنيفة برخصة دولية بتسمح للسيسي أن ينكل بهؤلاء الناس. وبالتالي الأمهات والأباء في البيوت هيخافوا على أولادهم، وهكسر قدرة الثورة أو قدرة آلة هذه التغيير وفكرة، لأنه هو أعدم الصحافة، أعدم الآراء الحرة، المواقع المستقلة، يعني أعدم زي ما قلت العقل السياسي. وبالتالي أصبحت مسألة الفعل السياسي مسألة انفعالية صعبة في يد مجموعة من الشباب اللي ما عندوش حسبة معينة ويجي البوكس يلم العشرات وبيحصل. وبالتالي 20 سبتمبر اللي فات هيبقى أقوى من 20 سبتمبر ده، و20 سبتمبر اللي جاي إذا استمرت الأحوال هيبقى أضعف كثيرا من 20 سبتمبر الحالي. طيب بالتالي أنت تشير إلى ضرورة وجود معارضة وصفتها بالعاقلة وهي غير موجودة الآن. بالتالي ربما يسأل المواطن المصري أو حتى المعارض السياسي أنه ما هي الخطوة الأولى لكي تنشأ المعارضة التي تشير لها، وكيف يمكن للشارع المصري أن يستعيد زمام المبادرة؟ يعني أنا دائما أقول أن لكل مظهر جوهر. التظاهر كما نعرفه حتى بالكلمة وفي اللغة هو مظهر لشيء ما. يعني ماشي، أنا ما عنديش مانع أن أي حد يتظاهر، عمال مظاهرات فئوية، ناس لهذه المظاهرات تعبر عن جوهر ما. إذا كان جوهر مصر في مثل هذه المظاهرات في هذا الشباب غير الواعي سياسيا المسيس اللي هو غاضب على الأحوال، طيب علينا أن نفكر في حالة سياسيين، علينا أن نفكر في بعض النواب المستقلين في المعارضة. إزاي ممكن
يمكن ان احنا المحاولات التي فشلت طوال السنوات اللي فاتت ما سمي بجيل يناير او ثوار يناير، ازاي يمكن ان يكون هناك وعاء غير حزبي؟ لانه احنا عندنا احزاب اشتراكيه او احزاب التيار الديمقراطي والمدني، لكن كان فيها افات العمل القديم، كان فيها تصنيف حزبي، لكن على اساس المواطنه ما فيش بقى فكره ان هذا سلفي وهذا اخوان وهذا. كل تنظيمات من الدوله الى اصغر جمعيه تعاونيه في مصر اثبتت انها فاشله وانها شكليه. علينا ان نعيد على اساس المواطنه، كل مواطن شريك في هذا، لا يجب استبعاد ولا اقصاء اي طرف. كيف يمكن على اساس الانتماء الاخلاص تفعيل الدستور؟ لانه المزارعه حق دستوري ومعطل وبنقمعها بالامن. طيب يا جماعة، إذا كانت هناك دولة وندافع عن الدولة بدمنا ودم الشهداء وما إلى ذلك، مش المفترض أن الدولة هي الأولى بحماية الدستور؟ طيب عندنا جمعيات ولجان وبتاع لحماية الدستور، كيف يمكن تفعيل ذلك؟ ناس أبرياء من كل التيارات السياسية يتكلموا على أن احنا بنحب الوطن، حريصين عليه، عايزين نعمل شكل ما، جمعية مشهرة، حزب تحت التأسيس، أيا كان الشكل، لكن بيتعامل على أساس المواطنة الدستورية وليس على أساس التصنيف الحزبي. لأن إحنا لدينا معارضة الآن بتعمل حساب النظام، ففلان وهذه عقيدة وليس تنظيم، يعني إذا كان هناك سلفي أو إخواني أنا بتعامل معاه باعتباره حرية أن يعتنق أي فكر يشاء. حرية الاعتقاد في الأفكار مهمة جدا. مسألة التنظيمات أنا بقول الأحزاب القائمة والأحزاب المحظورة والجمعيات والمنادي فاشلة بحكم هيكلتها وتكوينها الأساسي. تعالوا نخرج من ده إلى الوضع العام، طيب. وضع المواطنة، وضع الاهتمام بالدستور ومبادئ الدستور في معظم العالم واحدة، ونقول انه ببراءة شديدة جدا انه يا جماعة احنا اهو مش جاب يدعم الدولة. طب مش في انتخابات لبرلمان جاي؟ ازاي تكون صحيحة؟ ازاي نراقبها دوليا؟ يعني احنا بيبدو في الشكل انك تساعد الدولة على ان تكون دولة، لاننا قدام دولة بتدعي انها دولة لكن هي بتمارس طيب. عمل الميليشيات والأوليغارشا والعصابات. نعم. يعني ولكن علينا ان نصدق ذلك، يعني علينا ان سيد جمال على ما يبدو يعني في ظل هذا الانغلاق الذي تشير له، على ما يبدو أن حتى ربما التظاهرات تحولت إلى يعني وسوم على الإنترنت، وسوم على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه الوسوم ربما أيضا هي تحت دائرة الاتهام بالقوانين المعروفة والموجودة في مصر، منها نشر أخبار كاذبة وما إلى ذلك من قوانين. بالتالي الآن السؤال بالنظر إلى حجم هذا الانغلاق في كل المجالات في مصر وإلى الواقع ربما السياسي والإقليمي الذي تشير له والذي يصاحب قطار التطبيع الآن، تقول أن هناك ربما متغيرات استجدت في المشهد ويجب أن تأخذ بنظر الاعتبار، برأيك ما تأثير كل هذا على المستقبل السياسي ومشهد الحريات في مصر؟ يعني أنا رأيي أنه أي حد عنده وعي أن يصدق العمل السياسي ولا يهبط به. يعني الخناقة مع النظام المصري ليست خناقة أنه غلى علي سعر الخبز أو الجبنة أو خفض سعر الديك، دي جزء، ده فرع في القضايا الاقتصادية أو القضايا الاجتماعية. لكن فكرة النظام السياسي والمعارضة التي تتشكل ضده هي فكرة مشروع في مواجهة مشاريع. نحن منهزمون أمام المشروع الإسرائيلي بوضوح، بالعكس نصفق له، نروج لتوسيع كامب ديفيد، وبالتالي ملتحقين بمركب التبعية، فملفات زي ليبيا وزي أثيوبيا لا نحدد مصيرنا، لا نناقشه. طيب المصري اللي عايز يعمل رخاء أو عايز يضمن مياه النيل، وأنا راجل مش مخالف، أنا بشجع السيسي يا سيدي والنظام حلو، هل يرضيك يا حضرة الضابط أو يا حضرة المحامي أو يا حضرة القاضي أو يا حضرة النائب في البرلمان إنه النيل ينقطع ومصر تبقى مجرد سكرتارية لما تريده أمريكا في بعض الملفات المصرية اللي تخص أمنها القومي، والمواطن يعني بيعاني وبيدفع فاتورة القروض والإنفاق الخاطئ وكل هذه الأمور، أليس هناك عقلاء في أجهزة الدولة نفسها؟ كيف يمكن التفتيش عن ذلك؟ هذا هو سؤال الثورة بالأساس. إحنا مش هنعمل ثورة نطلعها من جبنة بمعزل عن المجتمع، علينا أن نستخدم المجتمع جوه الجيش شرفاء في البرلمان قلة ماشي، بعض الناس بتكتم أصواتها ماشي، التحدي كيف يمكن اكتشاف هذه القدرات؟
يعني كيف يمكن أن نجنبهم بعض التنكيل أو بعض العقوبات اللي هي ممكن تبقى مجانية فنزج بهم في السجون؟ لكن لا يجب أن نستسلم ولا يجب أن نذهب إلى الانتحار. يعني هي المعادلة الصعبة إنه التحديات اللي بتواجه أي عاقل عليه أن يفكر في طريقة آمنة للاستجابة له. هذا هو المأزق. أنا لا أدعي إن عندي حل في جيبي وحاول أن أفرضه على الآخرين، لكن أنا بدعو لفهم المأزق الذي تعيشه مصر، وهو مأزق أكبر من قانون تنظيم المباني وأكبر من وضعية المواقف المصرية. نتفاوض أو نرفع لغة المواجهة مع إثيوبيا، نحارب في ليبيا أو لا نحارب، كل هذه أسئلة تبدو فرعية أمام سؤال هل مصر دولة يحكمها نظام بيعمل بدستور وقوانين ومؤسسات نيابية برلمان وغيره، ولا هي يعني عصابة في يد فرد؟ ده سؤال المفترض انه اي حد مسؤول في الدولة، انا قدام حد بيقول لرئيس الوزراء يقف يقعد يا مصطفى، وقف يا مصطفى. هل هذه تقاليد الدواوين المعمول بها في الحكم المصري منذ ايام المماليك؟ يعني هل رئيس الوزراء رئيس وزراء؟ هل رئيس البرلمان رئيس برلمان؟ انا عايز اساعد علي عبد العال انه يبقى رئيس برلمان، يعني يكون محترم، يتكلم بالدستور، يستطيع ان يتخذ قرار، يستطيع ان يناقش قانون قبل ان يبصم عليه. يعني مثل هذه الامور يفترض انني اساعد السيسي ان يكون رئيسا بالفعل، لا يتكلم بمنطق المعلم المقاول اللي هو بيبني كذا، وبالتالي المعارض بتاعه هيبقى مقاول برضه بنفس الطريقه، وجمهور اللي هينزل في الخناقه هيبقى برضه نجار مسلح وعمال كذا وبتاع، وبالتالي يضيع العقل المصري ويضيع التاريخ المصري ويضيع العقل السياسي اللي هيدير هذه الحركه. لكن علينا ان نعيد الاعتبار للاشياء، علينا أن نعيد الاعتبار لمؤسسة الرئاسة للبرلمان، علينا أن نضغط من أجل هذا. أشكرك. هذا لا يليق بمصر، لا وزارة داخليتها كده ولا خارجيتها كده ولا جيشها يقبل بمثل هذه القضايا. على كل مؤسسة أن تحافظ على صورتها بشكل جيد، وعلى المواطن كما يقول الدستور أن يكون سيدا حرا مستقلا شريكا في القرار. هذا ما أدعو إليه وهو بسيط جدا، وعلينا أن نفكر في قوة تضغط بذلك لكي يعني تعبر عن مثل هذا المفهوم للدولة الراقية الدستورية المحترمة. أشكرك جدا سيد جمال جمال الكاتب والصحفي، كنت معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. أطلقت منظمة العفو الدولية حملة تصادف اليوم الذكرى السنوية لأكبر حملة قمع ضد المحتجين منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم، واعتقل ما لا يقل عن 4000 شخص بينهم صحفيون ونشطاء لم يشاركوا حتى في الاحتجاجات، ويقبع العديد في السجن بتهم لا أساس لها تتعلق بالإرهاب. وطالبت الحملة بالمدافع عن الحق بالتظاهر السلمي والمطالبة بإطلاق سراحه. دعونا نشاهد جزءا منها ثم نعود لنبدأ النقاش. وللمزيد ينضم إلينا من جنيف عبر خدمة سكايب سيد محمد زارع، نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان سابقا. أهلا بك معنا أستاذ محمد. إذن بمناسبة الذكرى الأولى لأحداث 20 سبتمبر، أكبر حملة ضد المحتجين في مصر منذ وصول الرئيس السيسي إلى سدة الحكم، إذن العفو الدولية تطالب مصر بشكل واضح بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين، معتقلي 20 سبتمبر، هل يعني كيف أو ترصدون هذه الدعوات وكيف توزنونها أيضا؟ يعني مؤكد أنه تلك الدعوات لم تتوقف خلال الحقبة الماضية. أنا أظن أنه أكثر من 7 سنين ناس كتير تعاني
من الارتكاز والقبض واتهاماتهم باتهامات غير معقولة، وقضوا في السجن سنين طويلة. وطبعا هيجي 20 سبتمبر 2019 هو اليوم الأبرز، إنه تم القبض على أكثر من 4000 ناشط وشخص باتهامات يعني للأسف تتعلق بالإرهاب وتتعلق بالدعوة للعنف على غير الحقيقة بالمرة. معظم الأشخاص اللي تم القبض عليهم هم أشخاص يعني اتخذوا يعني العمل العام وسيلة للتعبير عن الرأي، وهم كثير منهم بيمارس العمل السلمي بشكل علني، وتصور انه بعيد كل البعد عن العنف. لكن للاسف الشديد ده اللي بياكد وجهه نظر العفو الدوليه والكثير من منظمات حقوق الانسان، ان الاتهامات الموجهه ليهم للاسف زي محمد الباقر وعلاء عبد الفتاح واسراء عبد الفتاح واخرين كثيرين كلهم بنفس العمل السجن، ومعظمهم كانوا بيشتغلوا في العمل العام، لكن للاسف الاتهامات الغير منطقيه بتطلع. نعم طيب كيف استاذ محمد كيف تنظرون الى يعني الى تاثير هذه الدعوات باطلاق سراح هؤلاء النشطاء؟ هل برايك هي تقف عند حدود التوثيق فقط ام تتعدى الى ان تلقى اذانا صاغيه في داخل مصر؟ يعني مؤكد ان تلك الدعوات في توثيق ليها بشكل كبير، لكن ايضا هي بتدق ناقوس الخطر انه مصر الان لا تقبل اي راي، وإنه معظم هؤلاء الشباب لم يرتكبوا جرم، وإنما كانوا بيقوموا بعملهم بشكل طبيعي، اللي بيعمل في مجال حقوق الإنسان أو اللي بيعمل محامي للدفاع عن حرية الرأي والتعبير أمام المحاكم المصرية. فأنا أظن إنه الموضوع تعدى التوثيق، لكن هو الآن بيدق ناقوس الخطر، خاصة وأظن ذلك إنه 20 سبتمبر 2020 ربما تتكرر نفس المشكلة مرة أخرى، وتكون مناسبة كل عام لمزيد من القبض على النشطين ومزيد من قمع الحريات. طيب الآن يعني ماذا على ذوي هؤلاء أن يفعلوا هؤلاء الناشطين؟ ماذا على ذويهم الآن أن يتخذوا من إجراءات أو من خطوات حتى يحفظوا حق ذويهم ممن وصفتهم بأنهم أبرياء وليس لهم علاقة بكل التهم الموجهة ضدهم؟ أظن أنه ذويهم بيعيشوا في كابوس كبير. يعني خلينا نرصد مثلا حالة علاء عبد الفتاح، وكيف انه الدكتورة ليلى وشقيقاته يعني للاسف بيعانوا معاناة كبيرة حتى لمجرد التواصل معاه تحت دعوة مختلفة، ان السجون مغلقة. طيب من فضلكم سلوه يبعث لنا خطاب نطمن عليه، فيكون جزاء الاسر من القبض على شقيقته الصغرى. فالاسر بتعيش في كابوس كبير، والمحامين بيقوموا بدورهم بشكل خلينا نقول روتيني لكن غير فعال بالمرة. وكثير من المحامين اللي بيشتغلوا في العمل العام اعترفوا بتلك المشكله وقالوا انه هم ما عندهم شيء يقدموه، لان النيابه العامه بتجدد الحبس كل 45 يوم وتصل المده لشهور وسنوات. فلذلك انا اعتقد انه يعني ما يقوم به الاهالي وما يقوم به المحامين غير مجدي، طالما انه الدوله بطريقه تفكيرها بقياده عبد الفتاح السيسي الان ترى انه هؤلاء الشباب هم يعني خطر على النظام ولابد من اقصائهم واستخدام كل القوانين الاستثنائية يعني لحبسهم ومحاولة إبعادهم عن المجتمع. فأنا أظن طالما تلك وجهة النظر موجودة هيظل في يعني عداء شديد، وكلنا هنكون في مربع صفر لا تقدم للأمام. طيب كيف تنظر مستقبل الواقع الحقوقي في مصر بالنظر طبعا الى يعني الى المتغيرات الموجوده الان في الشرق الاوسط، الدول التي تطبع الواحده تلو الاخرى مع اسرائيل، وايضا المؤشرات التي تقول ان فوز ترامب ربما قادم في الانتخابات الامريكيه، وبالتالي السؤال هنا عن يعني واقع الحريات في العالم خصوصا في مصر، كيف سيكون بعد هذا المشهد؟ هل لكم تصور؟ أتصور أن الحريات في تراجع في كل دول العالم تقريبا، وملف حقوق الإنسان يعني أظن لم يصبح أولوية الآن. كثير من دول العالم الحر الكبيرة الديمقراطية بتتساهل بشكل كبير في التعامل مع الدول القامعة للحريات، الدول اللي بتنتج حقوق الشعوب، لأنه طول الوقت بيكون في مفاضلة ما بين يعني الانتصار لفكرة حقوق الإنسان أو الانتصار للمصالح. لكن المصالح طول الوقت عند الدول الغربية زي أوروبا زي كندا زي أمريكا، كل الدول الكبيرة اللي في العالم اللي يفترض أن تنتصر للحريات
هي يعني بتقدم نموذج انتهازي في التعامل مع ملفات مختلفة تخصها، زي ملفات اللاجئين، زي ملفات الإرهاب، فطول الوقت هي بتفاضل بذلك. وأيضا لا ننسى كثير من الدول وموضوع بيعه للسلاح، ومصر وكثير من الدول العربية زي السعودية والإمارات، يعني للأسف مكان رائج لشراء الأسلحة من الدول الكبرى. فلذلك ملف حقوق الإنسان دائما لا يأتي في الأولويات، ولكن ربما يظهر على السطح هنا أو هناك في هذا التوقيت أو توقيت آخر، لكن ليس أولويات عند الدول الكبرى. وأيضا بسبب المصالح المتبادلة ما بين الأنظمة القمعية والدول الكبرى، أصبح ملف الحريات يعني غير مطروح بالمرة، وإنه للأسف لا يتم التعامل مع حقوق الإنسان في مصر مثلا على سبيل المثال طول الوقت باهتمام، لكن هم الحاكم شايف إنه طول الوقت يستطيع إنه بإرادته المنفردة وبقراراته باستخدام مؤسسات الدولة إنه يقمع الجميع، وإن الجميع لازم يرضخ، وإن موضوع حقوق الإنسان ربما يأتي في ذيل الأولويات. طيب، بالنظر إلى التهم الموجهة إلى هؤلاء الناشطين، النظام يوجه لهم التهم بأن بالإرهاب وب يعني توجيه وتكدير السلم الأهلي والسلم العام في البلد، وبالتالي بالنظر إلى نوع هذه الاتهامات بالنسبة للذين يخرجون إلى تظاهرات، هل يستطيع النظام المصري الآن يعني تسويق هذه التهم إلى الخارج؟ هل يستطيع يعني إقناع الدول بمثل هذه الممارسات ضد الناشطين في مصر؟ يعني من المستحيل ومن الصعوبة بمكان إنك تقنع العالم بإن الناشطين اللي بيخرجوا للتعبير عن رأيهم، أو المحامين زي مهدور المصري ومحمد الباقر أو علاء فتاح المدون، دول بيستخدموا العنف وسيلة أو الدعوة للإرهاب. كذلك عشرات الأشخاص حتى اللي بيتم القبض عليهم في أماكن احتجاج، والدستور المصري بيحمي تلك المسائل، ربما وضع قيود عليها، لكن في النهايه هو عمل سلمي في الاساس، حتى لو يعني الدوله وضعت له شروط. فالتعامل طول الوقت على انه ده ارهاب وانه هؤلاء الناشطين بيمارسوا العمل الارهابي لن يقنع احد بالمره، لكن خلينا نقول انه يعني للاسف نتيجه الازدواجيه الموجوده ما بين الدوله المصريه ومصالحها مع الغرب، ربما الغرب يطلع رسمي، حتى طبعا الغرب الحقوقي طول الوقت بيدين تلك الممارسات، لكن الغرب الرسمي ربما يطلع يدين يطالب الدوله بتخفيف القبضه. لكن في النهايه خلينا نقول انه انظمه في الشرق الاوسط تعلمت انه للاسف الشديد لا يوجد اجبار حقيقي على اجبار الدول على احترام ملفات حقوق الانسان. طيب، ولنا في المجلس الدولي لحقوق الانسان يعني المثال الكبير، اصبح المجلس الدولي لحقوق الانسان اللي الدول كانت فيه بيتم مناقشه ملفاتها اصبح مكلمه، والدول العربيه والافريقيه والاسلاميه اصبحت الان بتتبادل كل منها يعني كثير من يعني محاوله انه تضييد الملفات، وكل منهم بيجامل الاخر في ملفاته، فافقد المجلس الدولي لحقوق الانسان يعني محتواه، اصبح شيء خاوي. هو ده الوضع الان، ان اصبحت ملفات حقوق الانسان ليست ملفات بتناقش بشكل حقيقي وليست في اهتمام حقيقي، وان اصبحت الدول يعني او الحكومات بشكل يعني للاسف منفرد هي الان صاحبه اليد العليا في تحسين ملفات حقوق الانسان او اساءه الوضع. طبعا اقول هذا الكلام وانا كل اسف، لكن هو ده الوضع الحالي، واي كلام غير ذلك يكون بيجمل الصوره. سيد محمد زارع، نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، كنت معنا من جنيف، شكرا جزيلا لك. قبل أن نخرج إلى فاصل، دعونا نشاهد تقريرا عن خطوات المشاركة في الأبحاث الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا كوفيد-19، بداية من التسجيل وحتى أخذ اللقاح في مصر. أول ما بيجي المشارك أو المتطوع معانا بيخش من الباب، طبعا الأمن بيشوف درجة الحرارة بتاعته كده، خلاص أوكي، بناخد منه التحية الشخصية بتاعه، بنسجله على السيستم، بنسجل بياناته كلها، طبعا بوجهه طبعا للغرفة اللي بعدها على طول.
المشارك لما بيوصل للمرحله دي اللي هو العياده بيكون اوريدي عمل ريجستريشن في المكتب اللي قبلينا ومنصرف. وانس ان هو دخل لي هنا اهو العياده ببتدي اتاكد ان هو فهم كل الشروط بتاعه البحث ومقتنع بيها. لو عنده اي اسئله بوضحها له، بعدي عليه على كل الستبس برضو افهمه الموضوع ماشي ازاي، اتاكد ان هو فاهم كويس. الستيب اللي بعد كده هي اللي انا بشوفه لو هو طبيا مناسب لان هو يخش يشارك في البحث ولا لا، من انا اساله اسئله عامه عن الهيستوري بتاعه، لو هو بيشتكي من اي امراض مزمنه، لو هو بياخد اي ادويه او علاجات. بعد كده بكشف عليه، نشوف لو عنده اي حساسيه، ونشوف دلوقتي لو هو درجه حرارته عاليه، نشوف وزنه، نشوف نقيس الضغط بتاعه. لو هو مناسب طبيا وان هو يشارك في البحث، بنكمل بعد كده الستاف اللي بعد كده. احنا المشارك بيجي عندنا هنا بنسحب له عينة الدم عشان نطمن على صحة المشارك العامة. بعدها المشارك بيروح لحجرة البي سي ار وبنعمله المسحة. هنا قوية صحة البي سي ار، احنا بيجينا المشارك عشان نسحب له مسحة من الانف ومن الحلق. بعد كده بيخرج من الأوضة من عندي بيتنقل للصيدلية عشان ياخد الفاكسين. المتطوع بيجي قابلنا بعد ما بيكون عنده رقم في الدراسة ورقم في المشاركة. يعني دورنا هنا ان احنا بنطلع له الفاكسين اللي بيقابل الرقم اللي طلع له. المشارك بيدخل هنا غرفة التطعيم، الممرضة بتبقى جاية بالملف، بتدخل بسجل ملف على السيستم، بعدين بيدخل المشارك يقعد والممرضة بتديله حقنة المصل. المشارك بيجي بنبقى مع الفايل بتاعه، انا براجعه، وبعد كده بيقعد على الكرسي، ابدا ادي الفاكسين، وبعد ما بياخد التطعيم بتاعه بيدخل اوضه الملاحظه بيقعد فيها 30 دقيقه. بعد لما المشارك يقعد في غرفه الملاحظه 30 دقيقه انا بسلم له الملف، بشرح فيه انت هيجي تاني، هو هيجي بعد 21 يوم. لو ظهرت فيه اي اعراض جانبيه هو بيكتبها في الدايري كارت بتاعه خاص بيه، تمام. ولو في عنده اي استفسار او اي اعراض جانبيه بيتصل بالهوت لاين الموجود، والتيم من عندنا في غرسيره بيتصل بيه يوميا نتاكد ان مفيش اي اعراض جانبيه ظهرت عليه. حصلت شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية أريج بالتعاون مع الاتحاد الدولي لصحفيين استقصائيين ICIJ ومنصة على بوزفيد على مستندات تفيد بتحويل جمال مبارك أموالا عندما كان في السجن بتهم فساد، ما حدا بتقديم البنك بلاغا عن حدوث نشاط مصرفي مشبوه إلى شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية فينسن. دعونا نشاهد تقريرا عن الموضوع ثم نعود لنبدأ الحوار. مستندات حصلت عليها شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ومنصة بوزفيد نيوز تفيد بتحويلات بنكية خارج مصر قام بها جمال مبارك. المعاملات البنكية جرت في الوقت الذي كان مبارك الأب والابن قيد الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا فساد وقتل متظاهرين رفعت ضدهما وضد عدد من قيادات النظام بعد اندلاع ثورة يناير التي أسفرت عن سقوط مبارك. المعاملة المريبة سرت داخل PNC بنك الأمريكي عندما وردت حوالة بنكية من بنك ألفا في قبرص إلى حساب أحد عملائه، ما دفع البنك إلى تقديم بلاغ إلى شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية عن حدوث نشاط مصرفي مشبوه. الشكوى وجهت بعد بحث أجراه البنك عن تلقيه أموالا من شركة ميد إنفست ليميتد، وأرجع البنك ملكية الشركة إلى جمال مبارك. وتضاعفت شبهات البنك بعد تحليل أجراه أسفر على أن مجموع الأموال المرسلة إلى الشركة الأمريكية الكائنة في ولاية ويومينغ التي تعد ملاذا ضريبيا بلغ 1,700,000 دولار.
وأورد البنك في سياق تقريره إلى أن مبارك ونجليه علاء وجمال قيد الحجز على ذمة قضايا فساد وقتل وإساءة استخدام السلطة. وللمزيد تنضم إلينا من عمان عبر سكايب سيدة روان الضامن المديرة التنفيذية لشبكة ريج. أهلا بك معنا سيدة روان. بداية هل من معلومات أكثر حول هذه المستندات وهذا يعني التقرير؟ يعني على ماذا اعتمدتم في الحصول على هذه المعلومات ودرجة دقتها؟ درجة عالية جدا من الدقة. المستندات هذه والوثائق تظهر لأول مرة في العالم عبر كشف نعمل عليه منذ 16 شهرا مع الاتحاد الدولي للمستشفيين الاستقصائيين ICIG كما ذكرتم منصة BuzzFeed News. الفكرة هي أنه منذ عام 2011 إلى عام 2013 تم تسريب هذه التقارير هي suspicious activity records وهي تقارير نشاطات مشبوهة من البنوك والتي وصلت إلى هيئة مكافحة المالية الأمريكية والتي هي تابعة لوزارة الخزانة الأمريكية وتثبت أنه تم تحقيق مبالغ ضخمة يعني في أسبوعين فقط في نوفمبر 2011 تم تحويل أسبوع قرابة 420 ألف دولار. وعندما تم ذلك ثبت أن مبارك يملك في هذه الشركة أكثر من 50% من أسهمها وأن طيب. الشخص سجل هذه لم يسجل وإنما باسم استخدم رقم اجتماعي وضمان شخص نعم. آخر تبقى. نعم يبدو أن هناك مشكل في الصوت سيدة روان. يعني فقط أريد أن أستفسر عن أرقام. نعم سنعود معك على العموم سيدة روان لأن هناك حقيقة مشكل في الصوت من المصدر. سنعود لنؤمن الاتصال معك بشكل أفضل. على العموم تؤكد سيدة روان أنه على مدى أسبوعين من 14 من نوفمبر وحتى 28 من نوفمبر 2011 كان هناك 4 حوالات بلغ مجموعها 422 ألف دولار يعني حوالي. بالتالي هناك أسئلة تدار عن حجم هذه الأموال المهربة وأيضا تكلفة هذه الممارسات ممارسات التهرب الضريبي التي كان يمارسها جمال مبارك وهو في سجنه وفي أثناء توجيه تهم فساد له. وبالتالي أيضا إذا ما كان هناك سعيا مصريا حقيقيا لاستعادة هذه الأموال المهربة وأيضا الاستفادة منها في وقت تشهد مصر الضائقة ربما مالية وحجم اقتراض ربما يستدعي البحث وملاحقة كل هذه الأموال المهربة. إذن كانت معنا سيدة روان الضامن المديرة التنفيذية لشبكة أريج من عمان عبر سكايب وهي يعني هذه الشركة هي من حصلت على المستندات التي تفيد بتحويل جمال مبارك هذه الأموال عندما كان في السجن بتهم فساد. بالتالي البنك قدم بلاغا عن حدوث نشاط مصرفي مشبوه إلى شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية فينسن وبالتالي هنا ربما الأسئلة تثار حول ما إذا كانت هناك ربما أموال أكبر من التي تسربت سيما وأن مصر الآن بلد بأشد الحاجة إلى هذه الأموال. يذكر أن المصريين كانوا قد خرجوا بتظاهرات يطالبون باستعادة هذه الأموال المسروقة. تعود معنا سيدة روان الضامن المديرة التنفيذية لشبكة أريج من عمان. أهلا بك مرة أخرى سيدة روان عذرا للخلل من المصدر. بالتالي السؤال هنا أشرت إلى أن هناك حجم من الأموال المهربة المصرية بلغ 422 ألفا خلال أسبوعين في 2011. بالتالي الآن السؤال هنا الملح
هل لديك أي تصور أو معلومات يعني حتى نكون دقيقين عن كيف يمكن أن تكون الثروة المهربة، حجم الأموال؟ كيف نتصور الآن حجم الأموال؟ يعني الدراسة العالمية التي قمنا بها على مدى 16 شهرا وشملت فقط 0.02% مما وصل إلى هيئة مكافحة الأموال الأمريكية، تثبت أن حجم التمويلات المشبوهة حول العالم يقاس بأكثر من 2 تريليون من الدولارات الأمريكية. نحن نتحدث عن كل العالم، وهذا الذي وصلنا فقط أقل من 1%، بمعنى أن التقارير المشبوهة التي تصل من البنوك في عام واحد، في عام 2019 مثلاً، هناك أكثر من 2 مليون، بين 2011 و2017 في أكثر من 12 مليون. لا يمكن أن نتصور الحجم. عندما نتحدث فقط عن عائلة مبارك، في مبارك وجمال مبارك وعلاء مبارك، لا يمكن تصور أن تكون الجنة الضريبية التي خلقها جمال مبارك لنفسه أقل من 1.7 مليون دولار. نحن نتحدث عن الفترة ما بين 18 مايو إلى 28 نوفمبر 2011، وبالتالي نحن نتحدث عن السنة الأولى من ثورة يناير، والتي كان فيها جمال وعلاء في الحبس الاحتياطي. وبالتالي في تلك الفترة نفسها، والتي أعلن فيها جمال مبارك أنه أوقف العمل في الشركة الخاصة به، لم يكن هذا صحيحا، واستمر حتى 2012 في إخراج الأموال من مصر إلى العالم وتحريك أمواله إلى أماكن آمنة. الغريب في الأمر أن الـ FBI كانت تعلم بذلك وتابعت ذلك ولم تفعل شيئا. فالأمر ليس فقط له علاقة بالبنوك، وإنما له علاقة باللعبة السياسية. وهذا ما كشفه أيضا هذا التحقيق الذي نشر اليوم على موقع شبكة أريج تفصيلا بالعربية والإنجليزية، وأيضا عبر شريكنا التلفزيون العربي في هذه القصة الحصرية. ونحن طيب يعني سيدة روان، بمعنى تريدين أن تشيرين إلى أن هناك تغاض دولي عن هذه الأموال، يشارك ربما أو يساهم في بقاء هذه الأموال مهربة دون استرجاعها إلى المصريين؟ هل هذا ما تريدين القول؟ نعم هذا صحيح. في الذي كل بنك أو مؤسسة مالية عليها أن تخبر خلال 30 يوم أو 60 يوم بحد أقصى عن أي تحويل مشبوه من مصدر غير معلوم إلى مصدر غير معلوم للبنك. لكن ما كشفناه أنه هذه الأوراق تصل أحيانا بعد 6 أشهر في نظام مصرفي يعني بروكن تماما، يعني لا يعمل على الإطلاق. وحتى عندما تصل هذه المعلومة إلى السياسة الأمريكية، فإنها لا تتصرف دائما كما يجب، وإنما بلعبة السياسة تتصرف أحيانا بإيقاف هذه الأموال، وأحيانا لا توقف هذه الأموال. وبالتالي من الواضح جدا من مراقبة ما يحدث أن اللعبة السياسية تتحكم في متى نوقف هذه الأموال، ومتى نقول أن هذه قائمة سوداء، ومتى نقول أن هذا الشخص أو هذه الجهة أو المؤسسة نريد أن نوقف أموالها. طيب أنت تعرف أن المصريين خرجوا في 25 يناير ويطالبون بأموالهم وحقوقهم وبالعدالة، بالتالي هذه أموال المصريين حصرا. إذا كنت تشيرين إلى أن الدول يعني أمريكا أو سويسرا تسعى إلى أن تبقى هذه الأموال خارج مصر لا يستفيد منها المصريون، بالتالي هل لديك تصور عن السبل الآن لاسترجاع هذه الأموال؟ هذه يعني قضايا أنا أعتبر نفسي من جيل 25 يناير. نحن في كل العالم العربي رفعت آمالنا 25 يناير، ولا يمكن حتى مع كل الإحباطات التي حصلت لنا طوال العقد الماضي أن نتنازل عن حقنا في الحرية والعدالة والمطالبة برفع الظلم. والوسائل لمطالبة الشعوب حقيقة بأموالها، وهم دافعوا الضرائب وهذه أموال الشعوب، لم نصل عالميا إلى النظام السليم. ولذلك جزء من نضالنا في الاتحاد الدولي لتحصيل الاستقطائيين، والذي نشارك في كشف هذه الحقائق، 100 مؤسسة إعلامية، أكثر من 400 صحفي وصحفية على امتداد العالم يشاركون، وعبر هاشتاج فينسنت فايلز، هدفه أن نصل إلى وسائل رقابية وقانونية وقضائية تمكننا من معالجة هذا الخلل الواضح في أن تتسرب هذه الأموال دون أن نجد طريقة لاسترجاعها.
هل تعتقدون أنكم وسيلة الضغط الوحيدة إذا ما تحدثنا عن هناك يعني وجوب على مصر أن تسعى إلى هذه استرداد هذه الأموال؟ يعني هل أيضا تعتبرون أنفسكم ضغطا إضافيا باتجاه استرجاع هذه الأموال، أم أن على مصر الآن فقط أن تتولى مهمة استرجاعها؟ الدول عليها بالطبع إن كانت دول تسعى للعدالة فعلا أن تسعى بكل الطرق لاسترجاع أموالها، ولكن ما نشاهده من فساد في العديد من دول العالم النامي تضعنا أمام تساؤل كبير، هل فعلا هذه الأنظمة تريد أن تسترجع أموالها؟ وبالتالي المنظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الإعلامية عليها أن تشكل سويا ضغطا، إذا كانت مؤسسة لوحدها لن تستطيع، ولكن عندما يكون هناك تجمع عالمي يحاول أن يضغط في هذا الاتجاه باسترجاع أموال، نحن نتحدث ليس فقط عن مصر وإنما العراق وسوريا وكثير من الدول العربية التي تعرضت لنفس الشيء وتفقد أموالها باستمرار حتى في دول الخليج. طيب، أشرت إلى كل هذه الدول، ولكن يعني مثل هذه المستندات والتي حصلتم عليها بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، هل تعتقدين أنها تؤثر، تشكل ضغطا على دول مثل أمريكا، مثل سويسرا؟ يعني مثل هذه التقارير، ألا تعتقدين أن تأثيرها لا يكاد يذكر أمام إرادة سياسية تتطرقين لها الآن؟ هذا المشروع الثالث الذي نشارك فيه استقصائيا عابر الحدود سبق له بنما بيبرز وبارادايس بيبرز، وكان لهما أثر كبير ولم يكن أثرا عاديا، لذلك نحن نقول نعم، نتخيل أن هذا المشروع على وجه التحديد عندما يطلق بهذا الشكل يؤثر بالتحديد على أمريكا أولا وثم على الدول الأوروبية، لأن هناك قوانين في العالم الأول تستطيع من خلالها المؤسسات الحقوقية أن تصنع أثرا وتغير، هذا الذي نفتقده في العالم النامي عندما نريد التغيير، لذلك نقوم بثورات في العالم الثالث وفي الوطن العربي من أجل أن نحقق هذا التغيير، ولكن في دول لديها على الأقل مظهريا ادعاء بالديمقراطية عليها أن تتصرف وفق هذا الكشف الذي حصل. بالطبع هذا ليس سهلا، لأن التسريبات تحارب باستمرار، ولأن هذه التسريبات تكشف الخلل والعور الموجود في هذه المؤسسات، ولكن بالطبع كما شهدنا أثرا لأوراق بنما وللبارادايس بيبرز سنجد أثرا أيضا لملفات فنسن، وسنسمع هذا الاسم ملفات فنسن طوال الأشهر المقبلة مع الكشف الذي يتم لقصص كثيرة حول العالم غدا إن شاء الله، ومع التلفزيون العربي أيضا لدينا قصة جديدة من ملفات فنسن. طيب، بما أنك تشيرين أيضا، يعني هذه نقطة مهمة حقيقة سيدة روان، تشيرين إلى أن التأثير السياسي عائق أمام استرداد الأموال المسروقة والمهربة سواء من مصر أو غيرها من الدول التي يشملها تقريركم. أسأل هنا عن يعني إذا كانت مصر تسعى سعيا حقيقيا من وراء استرداد هذه الأموال، بالتالي أين التأثير السياسي في هذا الموضوع؟ يعني إذا كانت مصر الآن تسعى بكل قوة وخاطبت أكثر من مرة وشكلت لجنة أيضا في وزارة الداخلية لاسترداد هذه الأموال، ويعني كان هناك زيارات إلى سويسرا وكانت هناك جدية لاسترجاع هذه الأموال، فأين يكمن التأثير السياسي في الموضوع؟ هناك جانبان في القضية، الجانب الأول أن النظام المصرفي يخلق هذه الأوفشور كومبانيز، وهي ليست موجودة ضمن نطاق واحد، أموالنا ليست موجودة في سويسرا كما يقولون أو جنة سويسرا المالية، هذا الكلام كان في الماضي، الأموال حاليا موجودة في كثير من الجزر حول العالم وفي شركات وهمية تستقبل هذه عبر مصارف وسيطة ومصارف إقليمية. علينا أولا توفير المعلومة أين هي هذه الأموال فعلا، ثانيا كيف انتقلت وباسم من مسجلة هي حاليا، وثم الإرادة السياسية الحقيقية التي تصل لديها المعلومة وتتصرف بناء عليها. إذا كانت هناك أموال لرجال أعمال وللسياسيين ما زالت تخرج من الوطن العربي وتذهب إلى هذه الشركات الوهمية، فما بالنا بما حصل عام 2011؟ لو أن الأمر توقف لقلنا أن هناك أملا في أنه فعلا هناك إرادة سياسية حقيقية، ولكن ما نتحدث عنه ما زال مستمرا إلى اللحظة.
السيدة روان الضامن المديرة التنفيذية شبكة ريج، كنت معنا عبر سكايب من عمان، شكرا جزيلا لك. وصلنا إلى الختام مشاهدينا الكرام، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.